تعيش عائلة السيد سهلة علي بحي الفلوجة ببلدية غريس بولاية معسكر ظروفا قاسية وكارثية رفقة طفلها الرضيع، حيث تفتقد لأدنى شروط الحياة. رب الأسرة يناشد والي الولاية لمساعدتهم. التغطية لفضيل مرزا. السلام عليكم، أنا سهلة علي من دائرة غريس ولاية معسكر. أنا مغبونين وأنا في هذه الحالة. أنا كنت خدام لاباس بيا، ما كان خاصني والو. الله غالب المرض جابها عندي، درت اوبيراسيون ما كان خاصني والو، درت اوبيراسيون مرضت. الله غالب الخدمه ما لقيتش لا حتى حاجه، ما لقيتهاش. عيت ماشكي السلطات، عيت ماشكي شاف دايره، عيت ماشكي المير، عيت ماشكي الوالي سيد الرئيس. رسلتك 77,000 مره وما جاوبتنيش وما رديتش عليا، ما عرفتش داو المشكل. انا ما عرفت، وراه كاتني البرد، الناموس، الغريه راه مريض، المراه راهي مريضه، حالتي لا حالك. هو المنظر تاعي، شوفوا المنظر تاعي كي راه داير. اخويا الا كان انتم تبغوا ولادكم يرقدوا في ذا البرد، ما حنا ما نتمنوا حتى الواحد، بصح الله غالب. هذا هو اللي كتبها. انا نشوف في هذا التاوي ملي مسكين استب بيته وحده، ويسكن هنا تحت الباطيمات وحده، عاد لي زدت قالي حاتة. والله لا مغبون، وحنا نشوفه فيه، والله لا مغبون من اللي استبيت مسكين وها وحده، وغير هو ولاده، وتبود عليهم، والباب يبات محلول تاع الباب تاع العمارة، ما صاب لي مسكين قاعد يشوف فيه ولا يوقف قدامه ولا يجي يشوف بعينه ولا حاجة. والله لا نشوفه فيه، حنا مغبنا في دوته بسببه هو، باسكو يري السول وحده، ما صاب حتى انسان اللي يدافع عليه ولا يهضر عليه ولا باسكو ينا اوكي سونس.